الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني والعاهل الأردني توافقان على الرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين. منظمة الصحة العالمية تعلن إلغاء سادس مهمة مساعدات لقطاع غزة بسبب مخاوف أمنية. وزيلينسكي يحذر من عواقب تردد الدول الغربية في توفير المساعدات لأوكرانيا. السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم بداية هذه النشرة مع سمر الزويري. سمر، شكرا لك نانسي، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. ونستهل هذه الجولة الإخبارية بالقمة الثلاثية التي تجمع الرئيس السيسي وملك الأردن والرئيس الفلسطيني في مدينة العقبة الأردنية. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت بمدينة العقبة بالأردن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن القمة تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، حيث حرص الرئيس السيسي على التنسيق المواقف مع الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس لضمان وحدة الصف والمواقف بما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة. هذا وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع الأطراف كافة بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مشيرا إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، بالإضافة إلى استقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشددا على أن ما تم تقديمه ليس كافيا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار الذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع ونزع فتيل التوتر في المنطقة. وقد تم التوافق خلال القمة على رفض القاطع لأي مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. كما تم كذلك تأكيد الرفض على التام لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تم التحذير من خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية فضلا عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة. كما تم تأكيد الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة. وتم كذلك التشديد على رفض أي محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
نفت مصر ما تردد حول تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح، وصرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت في الأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهولة وفردية ودون أي توثيق لها. هذا ونفى رشوان بصورة قاطعة مزاعم التحصيل الرسمية لأي رسوم إضافية على القطريين أو القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية. هذا وأوضح أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أي زيادة مطلقا. أضاف ضياء رشوان بأنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ رفح لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70%، وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منهم 6 شاحنات وقود. وبالتالي فليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته من أجل التخفيف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين أن تسعى لإضافة أي أعباء عليهم، وهم في هذه الظروف الكارثية كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة. وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات أنه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، فهي لم تحصل على أي رسوم تحت أي بند منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة أو حتى خلال انتقالاتهم داخل البلاد وحتى سفر البعض منهم إلى الخارج. هذا وأكد رشوان على أن مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية، وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية. هذا ونشد رئيس هيئة الاستعلامات كل الأشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح من أي متربح بقضيتهم الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها. ونظرا للعلاقات الخاصة التي تجمع كل من مصر والأردن وفلسطين، وفي ظل محورية القضية الفلسطينية، تم إنشاء آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لتكثيف الجهود والعمل المشترك نحو حل القضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية. المزيد في سياق هذا العرض والزميل كريم الخولي. أهلا بحضرتكم. انطلاقا من عزم مصر والأردن وفلسطين على تفعيل التنسيق والتشاور فيما بينهما، والتزاما من الدول الثلاث بتحقيق السلام خيارا عربيا استراتيجيا، جاء إنشاء آلية التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية. وتمثل الآلية الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين منصة مهمة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية، خاصة إزاء القضية الفلسطينية والسعي نحو تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في مارس 2017 انعقدت القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بالأردن، وشهدت تباحثا حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على دعم كل من مصر والأردن للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في سبتمبر 2021 بالقاهرة، أكدت القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية على أهمية تكاتف جميع الجهود من الأشقاء والشركاء للعمل على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذا في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل. في يناير 2023 عقدت القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بالقاهرة، حيث أكد القادة خلال اجتماعهم على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي أغسطس 2023 استضافت مدينة العلمين قمة ثلاثية أخرى مصرية أردنية فلسطينية، حيث أكد القادة على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن جدول زمني واضح واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة. في قمة العلمين تم التأكيد كذلك أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين، وشددت على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. مشاهدينا، كان هذا استعراضا للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية وما تمثله من فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لدفع العملية السلمية وكيفية إعادة وضع القضية الفلسطينية على قمة أولويات المجتمع الدولي. شكرا لكم على طيب المتابعة. هذا وتمثل آلية التنسيق بين مصر والأردن وفلسطين أحد أهم المنصات التي تتبنى القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. المزيد في سياق هذا العرض. تتدخل مصر وسعا على مختلف الأصعدة في مجال الدفاع عن القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. وفي هذا الإطار تأتي لقاءات القادة في مصر والأردن وفلسطين لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيين. المزيد في هذا التقرير.
تتواصل التحركات المصرية في الأطر الثنائية والإقليمية والدولية لإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة ودخول المساعدات للفلسطينيين الذين يتجرعون مرارات القتل والتهجير كل يوم على يد المحتل. وفي هذا الإطار تنعقد القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتبادل الرؤى وتنسيق المواقف نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية. كما تأتي القمة الثلاثية ترجمة لما سبق الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس حول استمرار التشاور والتنسيق المكثف على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال استئناف المفاوضات والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها. قمة تأتي في لحظة استثنائية تعيشها القضية الفلسطينية التي تقف في مفترق طرق، الأمر الذي تتطلب معه من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على التسوية العادلة والشاملة، والتي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتبار ذلك أيضاً الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي مساع أو محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال. تواصل دائم بين القاهرة وعمان بشأن القضية الفلسطينية أدى إلى تكوين رؤى مشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بسبل التعامل مع الوضع القائم حالياً. نتابع.
متواصلة بذلتها وما زالت تبذلها مصر دعما للقضية الفلسطينية ومساندة للأشقاء في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي ترجمت في العديد من الإجراءات والمواقف التي اتخذتها القاهرة، وكان أبرزها خلال الفترة الماضية إدخال المساعدات إلى أهالي القطاع واستقبال المصابين عبر معبر رفح لعلاجهم في المستشفيات المصرية. المزيد في سياق العرض التالي والزميلة دريم مصطفى. أهلا بكم. في صميم العقيدة والأمن القومي المصري كانت ولا زالت القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بشتى السبل الممكنة وأمام جميع المحافل الدولية. ويتأكد الموقف المصري الداعم لفلسطين يوما تلو الآخر ومن خلال الأزمات المتتالية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الأعزل. موقف لا يحتاج إلى مزايدة هو الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني، رسالة جددت مصر التأكيد عليها ردا على ادعاءات أو مزاعم كاذبة تهدف إلى التشكيك في تضامن مصر مع الشعب الفلسطيني وبخاصة الأشقاء في قطاع غزة الذي يعيش عدوانا إسرائيليا غاشما وحصارا مطبقا من كل الاتجاهات. ومع ذلك لم تغلق مصر بابها أمام الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كما جددت مصر التأكيد على أن معبر رفح لا زال مفتوحا ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة. دعت مصر من يروج أو يدعي غلق المعبر إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. الدعم المصري للأشقاء في غزة ظهر جليا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتم بتوجيهات من القيادة السياسية لتوفير الدعم الفوري والإغاثي للأشقاء في غزة، وحشد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده وتمكن من تجهيز أول قافلة مساعدات خلال 36 ساعة فقط منذ بدء العدوان. ضمت القافلة الأولى للتحالف الوطني 95 شاحنة من المساعدات وثلاثة سيارات إسعاف كانت تضم 500 متطوع، ثم تم بعدها إطلاق القافلة الثانية لتكون جسرا إغاثيا مستمرا يتكون من عشرات الشاحنات بشكل يومي. ليس ذلك فحسب، بل خصصت مصر مطار العريش لتلقي المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة الذي ظل طويلا مغلقا نظرا لقيام قوات الاحتلال بقصف محيط المعبر من الجانب الفلسطيني وتعنت إسرائيل في الموافقة على فتح معبر رفح وتوفير ممرات آمنة لدخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني المحاصر. كثفت مصر جهودها الدبلوماسية دوليا من أجل تسهيل عبور المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك من أجل تلقي العلاج وكذلك السماح بعبور عدد من حاملي الجنسيات المزدوجة، مع حرص متواصل من قبل القيادة السياسية على استمرار عمل المعبر في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية وللأشقاء في قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة.
هذا وبذلت مصر ولا تزال جهودا حثيثة لدعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للأشقاء في فلسطين، وقد ظهرت تلك المساعي صادقة خلال التصعيد العسكري الجاري في غزة. كانت ولا تزال القضية الفلسطينية على قمة أولويات الدولة المصرية، حيث تعتبر جزءا من الأمن القومي المصري. موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير منذ عقود، تمليه روابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني. ظهر هذا الموقف جليا خلال التصعيد الحالي في غزة. فمنذ الشرارة الأولى للحرب كانت مصر حاضرة وبقوة على خط الأزمة، حيث انخرط الرئيس السيسي في اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء العالم، دعا خلالها كافة الأطراف إلى دعم التهدئة وتغليب صوت العقل والحكمة والحفاظ على حياة المدنيين باعتباره أولوية قصوى. كما تضمنت الاتصالات الرئاسية بزعماء العالم التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مع تأكيد موقف مصر برفض سياسة العقاب الجماعي والحصار والتهجير. تزامنت تلك المساعي مع دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام والتي استضافتها العاصمة الإدارية بحضور دولي رفيع المستوى، وجاءت كلمة الرئيس السيسي أمام القمة بمثابة خارطة طريق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف العنف الدائر في قطاع غزة. سادة الحضور، إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عاما هي عمر القضية الفلسطينية. على المستوى الإنساني سرعت مصر كعادتها إلى تقديم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني، وخصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة. إن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية أناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله. وفي هذه الظروف الميدانية القاسية اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة الأونروا
وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة. كما قررت مصر استقبال عدد من المرضى من سكان قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وهي الخطوة التي لاقت إشادة وترحيبا دوليا واسعا، وكشفت عن صدق عمق العلاقات بين مصر والشعب الفلسطيني الشقيق، باعتبار مصر الشقيقة الكبرى لكل دول المنطقة. رصدت كاميرا أكسترا نيوز إجراءات دخول الفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح، حيث أشادوا بالتسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية لهم. الحمد لله كان في استقبال من الهلال الأحمر المصري، وكان في تطعيم كمان للأطفال. أنا شايف إنه في خدمات جيدة في المعبر وخدمات ممتازة، وإن شاء الله يعني الأمور تتحسن ويكون في يعني حركة دائمة في المعبر إن شاء الله لجميع المستفيدين. أنا عبرت الجانب المصري بكل أريحية وبكل سهولة. جاي من غزة، جاي على مصر. مصر طبعا بلدنا الثاني، هي مصر أم الدنيا وأم الوطن العربي كله. إحنا دائما بنيجي هنا بنشوف معاملة كويسة، صحيح يعني في كل الأماكن اللي بنروحها وشعبها ومعاملة كتير كتير كويسة وزور. من غزة فلسطين وجيت بسهولة، يعني من بداية الحرب سجلت اسمي أنا وزوجي وأولادي في الطرف الفلسطيني على أساس إنه نسافر نطلع مصر، والحمد لله لما نزل اسمنا في الكشوفات المصرية طلعنا من غزة وتوجهنا للصالة المصرية. استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا ملاصقا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد 4 من طواقم الإسعاف بالهيئة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح. هذا وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد أكثر من 23,000 وإصابة أكثر من 59,000 آخرين في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. بينما يقترب عدوان الاحتلال على غزة من إتمام يومه 100، يتواصل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى. عدد الشهداء في غارة إسرائيلية على منزل في تل السلطان غربي رفح الفلسطينية ارتفع إلى 15، إضافة إلى عشرات المصابين. كل مهد علينا البيت، على كل استشهدت بنت أختها لجوزي استشهدت، احنا الحمد لله وكل الإصابات أخذونا على كويتي، والله ما ضل في البيت ولا حاجة وقعت علينا، بشرة وإصابات أشكال والوان. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. ناس آمنة مطمئنة، إيش إحنا عاملين لما بقولوا يعملوا هذه الحاجات فينا. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في معسكر دير البلح وسط القطاع. كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تخوضها المقاومة الفلسطينية. سقوط عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عسيلة في جباليا شمال قطاع غزة.
مجزرة هذه، شو المجزرة هذه؟ ايش مجزرة؟ بيت بيت خمس طوابق، كل طابق شقتين، يعني 14 بيت بتحكي انت. 14 بيت مليانين اطفال، ومليانين نساء، ومليانين رجال، ومليانين رضع كمان. لمين نروح تشكي؟ وانو وقف اطلاق نار؟ وانو كذب بيضحكوا على العالم فيه هذول؟ هذول احبة مجرمين. يواصل سكان قطاع غزة فرارهم من أهوال الحرب، لكن الأماكن الآمنة المتاحة لهم باتت تتقلص مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته وسط وجنوب القطاع. ألغت منظمة الصحة العالمية مهمة مساعدة طبية أخرى كانت مقررة إلى قطاع غزة بسبب مخاوف أمنية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدانوم، قال إن المهمة الملغاة هي سادس مهمة لشمال غزة تلغيها المنظمة نظرا لعدم الموافقة على طلبات الزيارة، فضلا عن عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 من ديسمبر الماضي. وقال تدرس أدانوم في مؤتمر صحفي من جنيف إن القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل على المنظمة وشركائها الوصول إلى المحتاجين، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الموافقة على طلبات المنظمة والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية. أكد وزير الخارجية الفلسطينية ضرورة العمل على وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة. وخلال استقباله وزير خارجية لوكسمبورغ، شدد المالكي كذلك على ضرورة تأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووقف سياسة التهجير القسرية. من جانبه أكد بيتل ضرورة إنهاء معاناة في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، كما لفت إلى أن بلاده تعمل مع كل الشركاء من أجل تحقيق السلام والدخول في عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين. وإلى آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن تردد الدول الغربية بشأن توفير مساعدات إلى كييف يشجع روسيا على مواصلة عملياتها في أوكرانيا. وخلال زيارة إلى فيلنيوس، قال إن نظيره الروسي يريد السيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية، وأن تردد حلفاء كييف في توفير المساعدات المالية والعسكرية لها يتسبب في زيادة قوة موسكو، موضحا أن بلاده تعاني من عدم الحصول على أنظمة الدفاع الغربية المضادة للطائرات لمواجهة القصف المكثف الذي يطال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. كشفت تقارير صحفية عن أن المجر يمكن أن ترفع حق النقد الفيتو على حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو من جانب الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، وذلك بشرط مراجعة التمويل كل عام بحيث يوافق المجلس الأوروبي على التصويت على تخصيص الأموال سنويا. هذا وكشفت التقارير عن أن اقتراح بودابست من شأنه أن يسمح لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فرصة لمنع التمويل عن أوكرانيا كل عام من أجل الحصول على تنازلات من بروكسل مقابل أن ترفع بودابست حق النقد وتسمح بالتمويل. يبدو أن الألمان على موعد مع الاختناقات والصعوبات في حركة نقل الأفراد والبضائع، حيث تتصاعد مطالب عمال السكك الحديدية لتقليل ساعات العمل وزيادة الأجور في ظل التضخم الذي يضرب البلاد. المزيد في سياق هذا التقرير. لعدة أيام ستتوقف حركة قطارات الركاب والبضائع في ألمانيا استجابة لدعوى نقابة سائق القطارات الألمانية لتنظيم إضراب في ظل تصاعد الخلاف حول الأجور وعدد ساعات العمل. كانت نقابة سائق القطارات قد دخلت قبل ذلك في إضراب تحذيري مرتين، ما تسبب في إصابة أجزاء واسعة من حركة النقل بالسكك الحديدية في ألمانيا بالشلل. وفي ديسمبر الماضي وافق أعضاء النقابة على تنظيم إضرابات لفترة أطول على أن يبدأ تنفيذها بعد انتهاء موسم الأعياد.
يأتي اللجوء للإضراب بعد أن وصلت المفاوضات بين النقابة من جهة وشركتي السكك الحديدية دوتشيبان وترانسديف من جهة أخرى إلى طريق المسدود، حيث تطالب النقابة بتخفيض ساعات العمل الإسبوعية للعمال المناوبين من 38 إلى 35 ساعة مع عدم المساس بالأجر الحالي، بالإضافة إلى زيادة قدرها 555 يورو شهريا ومكافأة تعويض التضخم لمرة واحدة بقيمة 3000 يورو. فيما اقترحت شركات السكك الحديدية وضع أكثر من نموذج يتيح لكل عامل الحصول على المزيد من الأموال أو أجازة إضافية أو تقليل أيام العمل الإسبوعي، حيث يمكن للعامل تقليل ساعات عمله الإسبوعي من 39 إلى 37 ساعة مقابل تقليل أجرهم بنسبة 5.7%. كما يمكن للراغب في زيادة راتبه أن يرفع ساعات العمل إلى 40 ساعة إسبوعياً، وهو الاقتراح الذي وصفته الأوساط العمالية بالمريب والمضلل. من جانبها وضعت شركات السكك الحديدية الألمانية خطة للطوارئ لتقليل تبعات الإضراب على المواطنين، وتعتمد تلك الخطة على تسيير نحو 20% فقط من خدمات الركاب للمسافات الطويلة، فيما تم تقليص الخدمات الإقليمية للركاب والبضائع على السواء بشكل كبير، إلى جانب توفير تحديثات عن طريق التطبيقات الإلكترونية عن وضع الرحلات المجدولة مسبقاً. ضربت أمواج بارتفاع 3 أمتار محطة للطاقة النووية خارج الخدمة في اليابان خلال التسونامي الذي أعقب الزلزال المدمر في الأول من يناير الجاري. هذا وأعلنت الشركة المشغلة للمحطة أنها لم تتعرض لأضرار. يأتي ذلك فيما دمر الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة شبه جزيرة نوتو في وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وفقدان العشرات وفقا للإحصاء الأولي للسلطات، كما تسبب في حدوث تسونامي وبلغ ارتفاع الأمواج عدة أمتار. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروع تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مركز للبيانات الخضراء في مصر. ويأتي ذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستهدف مذكرة التفاهم إنشاء مركز للبيانات الخضراء مزود بنحو 200 ميجاوات طاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبموجب مذكرة التفاهم يتم تنفيذ المشروع تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة على مرحلتين، هذا وتشمل كل مرحلة مشروعا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 100 ميجاوات، حيث يعمل المشروع على تصدير الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء المستهدفين حول العالم. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بخليج السويس وجبل الزيت باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار. يعد المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، إذ سيسهم في خفض 2,400,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، بجانب توفير نحو 840,000 طن وقود سنويا، كما سيتيح نحو 6,000 فرصة عمل، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو 1,000,000 وحدة سكنية.
أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق عدد من القوافل الطبية في 3 محافظات على مدار الأيام الماضية بالتعاون مع جامعتي طنطا والفيوم. أشارت المؤسسة إلى أن قوافلها استهدفت المواطنين في محافظات الإسماعيلية والغربية والفيوم في إطار اهتمامها بصحة المصريين، حيث اشتملت تلك القوافل على تخصصات عدة، واستفاد من خدماتها نحو 5000 مستفيد، مشيرة إلى استمرار تنظيم تلك القوافل في كل محافظات الجمهورية. أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر أن العام الجاري سيشهد زخما كبيرا في التعاون مع مصر بمختلف المجالات، وأشار إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد على مدار العام الماضي، لا سيما في ضوء توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وأيضا العديد من الزيارات التي قام بها مسؤولو الاتحاد والمفوضية الأوروبية. كما أوضح أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم العديد من الفعاليات بهدف تعزيز التعاون المثمر بين مصر والاتحاد على ضوء الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وإلى أخبار الرياضة، حيث يخوض المنتخب الوطني بقيادة البرتغالية روي فيتوريا تدريبه الأول اليوم في 7 مساء بتوقيت القاهرة في كوت ديفوار استعدادا لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية، حيث يواجه الفراعنة منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل في نفس التوقيت. كما أنه من المتوقع أن يكون التدريب خفيفا منعا لتعرض اللاعبين للإرهاق نتيجة السفر، حيث وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار اليوم. هذا ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية مع كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر. هذا ويمتلك المنتخب الوطني تاريخا كبيرا في بطولات كأس الأمم الإفريقية، حيث يمتلك الرقم القياسي في عدد الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب. نتابع المزيد في سياق هذا العرض والزميل لؤي أباظة. أهلا بكم.
تاريخ حافل لمنتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بينما يتأهب الفراعنة للمشاركة في النسخة 34 من الكان في كوت ديفوار، وذلك خلال الفترة من 13 من يناير وحتى 11 من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا. 15 منتخبا توج باللقب الإفريقي، لكن يتربع منتخب مصر على صدارة قائمة الأكثر تتويجا بسبعة ألقاب، يليه منتخب الكاميرون في المركز الثاني في 5 بطولات، ثم غانا بأربعة ألقاب. وأحرز منتخب مصر أول ألقابه ببطولة عام 1957، أما آخر ألقابه فكانت الثلاثية المتتالية 2006، 2008، 2010. ويعتبر الفراعنة المنتخب الوحيد الذي اعتلى منصة التتويج 3 مرات متواليا. منتخب مصر يعد صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب دون التعرض لأي هزيمة، حيث حقق هذا الإنجاز في 5 مناسبات كاملة، فيما حقق منتخب غانا اللقب دون هزيمة 4 مرات، ونيجيريا والكاميرون 3 مرات. ويعد منتخب مصر هو الأكثر وصولا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في 9 مناسبات مناصفة مع منتخب غانا، بينما فازت مصر ب7 مرات، حققت غانا 4 انتصارات، فيما لعبت الكاميرون في 7 نهائيات وفازت ب5 مرات. وفي البطولات الست الأخيرة وصل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية في 5 بطولات، أحرز اللقب في 2006 و2008 و2010، بينما كان وصيف نسختي 2017 و2021، وفي بطولة 2019 ودع الفراعنة البطولة من دور 16. ويعد منتخب مصر أكثر الفرق لعبا للمباريات في كأس الأمم الإفريقية بواقع 107 مباريات، وهو الأكثر فوزا بمباريات من أي فريق آخر ب60 فوزا، فيما تعد مصر وغانا المنتخبان الوحيدان في نادي 100 في انتظار اندمام كوت ديفوار ونيجيريا خلال البطولة المقبلة. مشاهدينا، كان هذا استعراضا لتاريخ منتخب مصر مع ألقاب كأس الأمم الإفريقية والتي يحمل رقمها القياسي برصيد 7 ألقاب. شكرا على طيب المتابعة. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأييده بشكل كامل الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، مشيرا إلى تطلعه إلى حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني. كما شكر أبو الغيط جنوب أفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار، مؤكدا دعم الأمانة العامة للجامعة للمسعى الجنوب أفريقي بكل السبل الممكنة. كما وجه أبو الغيط المسؤولين بالأمانة العامة بمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويعزز الموقف الفلسطيني، مشيرا إلى أن القضية تمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضا مساءلة إسرائيل وإنهاء الوضع الشاذ الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة، متطلعا إلى صدور حكم يفضي إلى وقف هذه الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجل ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة كل المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة، بما يعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع. مشاهدينا الكرام، إذا وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه النشرة، لم يتبقى لنا إلا التذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني والعاهل الأردني يتوافقان على الرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين. منظمة الصحة العالمية تعلن إلغاء سادس مهمة مساعدات لقطاع غزة بسبب مخاوف أمنية. وزيلينسكي يحذر من عواقب تردد الدول الغربية في توفير المساعدات لأوكرانيا.
ختاما مشاهدينا، لمزيد من الاخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر امام حضراتكم على الشاشه. نشكر لكم طيب المتابعه، تقبلوا تحيات زميلتي نانسي نور، وهذه تحياتي لحضراتكم انا سمر الزهيري، الى اللقاء.